السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة عمر للتقنية. في فيديو اليوم سنتعلم طريقة تعريب ويندوز 10 بشكل كامل، بحيث تصبح الواجهة باللغة العربية وكأنك ثبت الويندوز باللغة العربية من أول مرة. الطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معنا الخطوات التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتوجه إلى قائمة Start أو قائمة البدء، ثم نذهب إلى Settings أو الإعدادات، ومن هنا نذهب إلى Time and Language أو الوقت واللغات، ومن هنا نذهب إلى Language أو اللغات، ومن هنا تظهر لنا هذه النافذة وفيها اللغات المثبتة عندنا. طبعا أنا مثبت عندي اللغة الإنجليزية فقط، ولذلك تظهر عندي اللغة الإنجليزية هنا. بعض الناس يثبتون أو عندهم أكثر من لغة، فالأمر بسيط سأشرح لكم. أولا، إذا لم يكن عندك لغة مثبتة، تذهب إلى Add a Language، ومن هنا تختار اللغة التي تريدها. سنختار اللغة العربية، المملكة العربية السعودية، لأنها الأكثر انتشارا. نقول له Next، ومن هنا نتأكد من الإشارة على هذه الخانة، وهي Install Language Pack، بمعنى تنزيل حزمة اللغة. نتأكد منها ونقول له Install. ننتظر قليلا حتى يتم تنزيل حزمة اللغة، ويمكننا الدخول إلى هنا، الضغط هنا، والذهاب إلى Options، وننظر كيف يتم تنزيل حزمة اللغة. طبعا كما تشاهدون تم تحميل اللغة أو حزمة اللغات. نرجع إلى النافذة السابقة، من هنا نجد أن هناك لغتين، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. طبعا في حال كان عندك اللغة العربية موجودة ومثبتة في الأصل، ما عليك إلا الضغط عليها والذهاب إلى Option والتأكد من تنزيل حزمة اللغات. بعد تنزيل حزمة اللغات بإمكاننا الآن اختيار اللغة العربية. من هنا تظهر لنا اللغة العربية Windows Display Language، وهي لغة العرض في الويندوز. نختار المملكة العربية السعودية اللغة العربية. هنا يطلب منا إعادة التشغيل أو تسجيل الخروج. طبعا أنا سأعيد التشغيل وأرجع إليكم بعد إعادة التشغيل لتروا الفرق. والآن كما تشاهدون، وبعد أن أعدنا تشغيل الكمبيوتر، أصبحت الواجهة باللغة العربية كما تشاهدون، وأصبحت من اليمين هذه النافذة، وكل شيء أصبح من الطرف الآخر باللغة العربية. وندخل إلى جهاز الكمبيوتر، كما رأيتم هنا أصبح أيضا باللغة العربية كل شيء كما تشاهدون. وهنا أيضا إذا ذهبنا إلى Settings أو الإعدادات، أصبحت باللغة العربية أيضا. وبهذا نكون قد عربنا الويندوز. بإمكاننا إرجاع اللغة الإنجليزية في أي وقت من الضغط على اللغات، ومن ثم الذهاب إلى اللغة، ومن اللغة، طبعا اللغة الإنجليزية عندنا مثبتة هنا، ولذلك التحويل إليها بسيط جدا. من هنا نضغط على English، لغة العرض، وهي English بهذا الشكل، ويطلب منا إعادة التشغيل. وبهذا نكون قد حولنا اللغة إلى اللغة الإنجليزية مرة أخرى، أو اللغة العربية، أو إلى أي لغة نريدها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. كان معكم عمر من قناة عمر للتقنية. لا تنسونا من المتابعة والاشتراك إن أعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.